بملعب 20 أوت استقبلت شبيبة الثورة فريق اتحاد واد سو في إطار الجولة 24 من المحترف الأول. بداية المباراة كانت بعد صافرة الحكم بلوفة، 8 دقائق من عمر المرحلة الأولى كانت كافية للاعب سعادي لافتتاح باب التسجيل لنسور الثورة بعد خطأ من دفاع اتحاد واد سوف. رفقاء القائد بوشيبة ضغطوا طيلة المباراة، ففي الدقيقة 11 سعادي يسدد الكرة لكن زيدان يتصدى لها بسهولة. رفقاء القائد الحارس سعد حاولوا العودة في النتيجة، لكن اللاعب عمران ترجم هجمة إلى هدف ثاني في الدقيقة 24. ففي الدقيقة 36 نفد اللاعب فتوحي كرة مباشرة، لكن الحارس زيدان يخرجها ببراعة. وقبل نهاية المرحلة الأولى ب3 دقائق، اللاعب خليف يمرر كرة مباغتة داخل منطقة العمليات، سعادي يسجل بذلك الهدف الثالث وسط فرحة اللاعبين. لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق نسور الثورة ب3 أهداف لـ0. المرحلة الثانية من اللقاء، شبيبة الثورة وصلت الهجوم وسط استسلام كلي لدفاع اتحاد واد سوف. ففي الدقيقة 50 يسجل اللاعب سويبا الهدف الرابع إثر خطأ من دفاع الاتحاد. لتأتي الدقيقة 77 البديل حداد يضيف الهدف الخامس لصالح رفقاء السعادي. ففي الدقيقة 84 البديل واندا يمرر كرة رائعة لعميور مضيفا الهدف السادس لأشبال البوعلي، معززا بذلك تقدم الساوريس ب6 أهداف كاملة في شباك زيدان. لينتهي اللقاء بفوز ثمين لشبيبة الثورة وتحقيق 3 نقاط في رصيد نسور الثورة.